السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، حياكم الله، مرحبا بكم. فيديو جديد عند هذه الأوتو قنيطرة قدام جامع بدر، لهذا الهيونداي سانتافي المليح بروميير مان أوتوماتيك العامرة كاملة 2016 ضربة 290، سيارة مليحة اللهم بارك وبزاف عاد بروميير مان الإخوان، كل شيء في لاميزو إلا هاد العامين الأخرى كيدير عند واحد الشركة أجري، يعني كيدير الفيدون ديالها في الوقت، كيدير على خمس إيراد، راه كيقولها حتى في الفيديو، هو راه الفيديو الأول معايا كيقول لي كيفاش كيدير الزيت، يعني ديال 15000 كيبدلها على 10000، سبعة د البلايص، الأوتوماتيك، الكوير، جوانط ألمنيوم، العمورية كاملة، مخرجها ب 49 و 700 السيد. هو قالها لي، ولكن هذا هو الثمن ديالها، انت راك تعرفها 49 و 700 باش كان مخرج. سيارة مليحة اللهم بارك، هادي الفطور قدام جامع بدر، ها من جديد بدر الإخوان، ها الكراج، مرحبا بك حياك الله. هي راه امارج دابا اصلا كتحل غير بسما على البوطونه، هاهي الاخوان فيها الكوير تحل، فراسها بالطو بيان سير كلها، يعني حتى كتزيد وترجع اللور هنا تقوم في الكرسي، هذا كله بالضو، سطح بانوراميك حتى الاخر، فيها الثرميموار ديال الكراسة، ها هو فاش بركت بدا كيتحرك، مود ديال لي درايف، بيان سور فيها الريغيلاتور فيتاس، الفولا ملتي فونكسيون، عامرة الطوموبيل اللهم بارك، إكرون تاكتيل، كاميرات، فيها الكاميرا في المشاريين، هاهي اوتوماتيك كما قلت لكم، كراسي كيسخنوا بالضو، طوموبيل مليحة مليحة بزاف الإخوان، سبعة البلايصات. هاي الاخوان فيها الخوامي ما صبناهمش مزيان، خوامي كبير، بالنسبه للثمن الاخوان ديال هذه 18 مليون 18، قطعت على واحد 17 و 800، ولكن بدلت فيها واحد اللعيبه، دابا الثمن 18، ها الكراسي ديال اللور، يلاه حيد لهم الميكا، ها هما الكراسي ديال اللور، حتى هنا عندو لاكليم ديالو اللي كيكون راكب، عفوا طاح ليا التليفون من يدي، حتى هاد اللي كيكون راكب اللور عندو لاكليم ديالو خاصة بيه كيطلقها من هنا. الصف الاخر، الصف المتوسط، جوج القدام، سبعة البلايص مرتاحين اللهم بارك، الولاد صغار في الغالب، الولاد صغار اللي يركبوا اللور، شوف الفرنيتور، خوامي، السيارة الإخوان مشى بها مولاها عدة مرات، معقلش شحال قليلة، كيمشى بها بزاف د المرات لأوروبا، داكشي علاش شوية الكيلومتر الزايد، ولأن راه الموتور اللهم بارك راه نحلة، راه كاينة واحد، لكن مشينا أنا وياه لوطوروت، والله إلا 200 ما حسش بها كاع، قلت له أخويا هبطني أنا، قلت له تشد 200 هبطني، والله إلا 195 اللي شد قدامي،
الطوموبيله مليحه اللهم بارك، الموتور مليح، كاروسري جديد، البرومير مي العموريه، كل شيء الحمد لله فيها. الموتور الاخوان بعد اخوان كيسمعوا صوت الموتور في الكاميرا كيقول لك كيخرشش. البارح كيقولها واحد التعاليق ديال التوران، راه ما يمكنش تحكم على الموتور بصوت الكاميرا، ما عمرها يمكن. ضربه الموتور مخيره لا هنا ولا حتى في التوران البارح. موتور مهلي كل شيء في الوقت، الباتري جديد، البنوات راكبين جداد، ربعات البنوات جداد، مولاها ما كانش ناوي كاع يبيع، يلاه صرف عليها، كاش ناوي كاع يبيع. لونتي جي دوريجين ديال لا ميزون، موتور مليح اللهم بارك، لا في الضربة ولا في التيراج ولا في كل شيء. البلاكه ديال القنيطره 1059. مرحبا الاخوه اللي بغاها، مرحبا.